قولي لي، اخواتك البنات اكبر منك، واحمد كمان بطبيعه الحال من امك اكبر منك بكتير، بس فاكراهم لما كنتوا صغيرين في البيت، لما انت كنتي صغيره في البيت، فاكراهم كانوا بينادوا ابوكي يا عم ولا يا بابا؟ لا، كانوا بيقولوا له يا عمي، بس هو كان اكتر من الاب. والله فرق بينكم وبينهم؟ ابدا ابدا اطلاقا. والله بابا ده كان راجل كان متدين جدا، وكان راجل ناجح في حياته قوي العمليه وفي حياته الاسريه، وكان عارفه كان في اخلاقيات الزمن الجميل. وانا فضلت طول عمري مش عايزه اتجوز الا واحد في سن بابا. ولما اتجوزت عماد حمدي شفت فيه صوره بابا. يعني انا اتجوزته اكبر مني بكتير جدا جدا جدا، كان فرق رهيب. والصحافه اياميها كتبت دي علاقتك بوالدك. احكي لي عن علاقتك بماما، شخصيتها كانت شبه شخصيتك؟ لا، ماما ست بيت كانت، وست عايشه لاولادها، ما كانتش بتشتغل، ومن ستات البيوت بتوع زمان الطيبين اللزاز، عارفه الستات دول. ست قويه كانت؟ كانت قويه، بس مش قويه يعني متسلطه، لا، قويه يعني في تربيتها مع اولادها، في اسلوب حياتها، في ادارتها للبيت. والحقيقة وقفت جنبي، ماما كان لها الفضل الله يرحمها انها وقفت جنبي. ماما كانت قوية مش متسلطة، نادية الجندي قوية ولا متسلطة؟ لا، قوية مش متسلطة ابدا، وقوية قوية في الحق. يعني مش قوية لمجرد القوة، يعني الشراسة، يعني الشر، لا، ما القوة دي تحتمل كذا معنى. لا، قوية إن أنا أعرف أخد حقي، أعرف أدافع عن ظلم معين وقع عليا، أقدر أحمي اسمي وفني وتاريخي. دي القوة بالنسبة لي. كنت أصحاب أنت وماما ولا بتخافي منها؟ كنت أصحاب قوي، كنت بحبها قوي قوي، الله يرحمها. الله يرحمها. وهي ست عارفة، كانت شجعتني وكانت بتقف جنبي، وهي اللي علمتني الرياضة، وهي اللي شجعتني على الرياضة، وهي اللي وقفت معايا في بدايتي في كانت تيجي معايا التصوير. كنتش اروح الاستوديو من غيرها لان كنت صغيرة جدا.